أهم القيم اللي اكتسبتها برواد هي الحس بالمسؤولية تجاه مجتمعي. لهيك حتى ونحن مسافرين برا لبنان بنضل نفكر كيف لازم نرجع على بلدنا ونطور بمجتمعنا، وهيدا اللي نحن هلا عم نشتغل عليه حاليا. من أول يوم فتنا فيه على رواد تعلمنا إنه الالتزام هو أهم شيء، يمكن هيدي أهم قيمة تعلمتها وأول قيمة تعلمتها برواد. يمكن الالتزام هو الشيء اللي بخلينا نخلص شغلنا على الوقت، وبيخلينا اصلا نلتزم ان احنا نكون بالمحل اللي احنا عم نشتغل فيه. اول شيء كان بالنسبه لي فكره التطوع شيء كثير صعب، انا كيف بدي اتطوع؟ انه حسيتها مسؤوليه، بس مع الوقت هذا الشيء بيصير ادمان، بيصير ادمان انك انت تتطوع، لانه بتصير انت متعلق بمجتمعك اكثر، بتصير بدك كل شيء عندك تقدم له اياه. بالنسبه لي الفيجن، انا كثير شخص بيامن هلا بالفيجن، ما بفوت ببلان الا ما اكون شايف الفيجن تاعيته وعارف لوين رايح. اي استراتيجي اي خطه بحياتي بدي اعملها انا بدي اكون ماشي على فيجن. فينا نقول قيمة التعاون أو التيم وورك، واللي استفدت منها بعد مراحل التطوع اللي هلأ أنا عم اكتسب منها بخلال عملي، كيف بتعامل مع المدير، كيف بتعاون أنا وياه، كيف بتعامل مع المحاسب اللي أعلى مني، اللي عم يدربني، اللي عم يساعدني لحتى اكتسب مهارات المحاسبة. If you are not working, go networking. So هيدي الكود خلتني أني أنا لو ما كنت بشغل، لو ما كنت قادر أحصل على فرصة عمل، خليني منخرط بالمجتمع، شوف الجمعيات تكون أكتف فيها، لأنه شخص ورا شخص ورا شخص رح يوصلك لفرصة وتقدر تشتغل بيوم من الأيام. اليوم رحلتي برواد شقت لي كتير طرق جديدة أنا ما كنت متوقعت لها. أنا كنت متوقع أكون إنسان عادية، هلأ ما بفكر أكون إنسان عادية. وقت كان يجي لعنا رجال أعمال مشهورين ومعروفين، كتير عجبني تواضعهم من طريقة اللبس، من طريقة الحكي، من طريقة انك تسأله سؤال ويجاوبك بطريقة كتير حلوة ومنطقية. فهذا الشيء علمني انه ان شاء الله اذا صرت منهم بيوم الايام كون متواضع، وبتمنى اني يصير هيك لحتى لي اقدر فيد غيري مثل ما هن فادوني. مثلا انا عرفت حالي برواد، عرفت قيمتي، عرفت النقاط القوة اللي عندي اللي كانت مخفية ومش قادر اكتشفها انا اكتشفتها برواد. هو قديش نحن قادرين نتقبل الاخر. قبل ما اجي على رواد التانية بتذكر كتير منيح انه انا كنت انسان منغلق شوي على مجتمعي، كنت شوف الاخر بالمجتمع هو عدوي. وقت جيت على رواد التنمية قلت لا، اكتشفت انه لا، منه عدوي، هو انسان مثلي مثله. رواد نمت فيني روح المبادرة وخلتني يصير عندي الجرأة والاندفاع اني ساعد. قيمة تقدير الذات على الصعيد العملي واعدادها للعمل اللي انا بدي اياه. تعلمت كيف اقيم الفرص والخيارات اللي عندي واختار الافضل فيها. تعلمت على الصعيد العائلي كيف عزز من ذكائي العاطفي. نحن بالمجتمع للأسف مكيفين إنه نستمع لآراء المقربين لألنا، مكيفين إنه نلتزم بالقيود والحدود اللي بوضع المجتمع والعادات والتقاليد لحتى ما نطلع برا منطقة الراحة تبعتنا. من خلال التدريبات اللي خضعت لها برواد اكتشفت إنه لما بنطلع برا منطقة الراحة تبعتنا بنقدر نوصل للأهداف اللي بدنا إياها بالحياة. لهذا السبب قدرت أحصل على منحة فول برايت لحتى أكمل الماستر بعلم المناعة وعلم الأمراض المعدية بمستشفى نبراسكا الجامعي بأمريكا. رواد ساعدتني حتى أكبر طموحي وما خلي يكون صغير. بالوقت اللي أنا كنت أحلم بالزمان أنه أنا أعمل شيء خاصه بفيلد الأفياشن طيران، كنت أقول هذا الشيء مستحيل، بس بمساعدة رواد واليوم بعد ما تخرجت أنا وصلت مهندس ميكانيك، أنا كتير هلأ بطمح وبسعى حتى أصير أنا عم بدرس ايرونوتيكال انجينيرينج كماسترز وكفي دراسات العليا فيها. ستوسع اكثر بشغلي وزيد خبرتي اكثر ضمن الشغل اللي انا عم بشتغله، خاصه ضمن الشغل مع الاولاد، وبعرف قديش اني بدهم صبر، فهيدا الشيء وسع اكثر طاقاتي لاني اخدم هذا المجتمع. رواد ساعدتني بالبزنس بكثير قصص، اول شيء من خلال تريننج اللي اخذناهم كيف ناسس بزنس، كيف نبني علاقات، كيف نطور شبكة علاقاتنا، كيف نحط مخطط لقدام لبعد سنة وسنتين لشغلنا. أكيد هي كانت مفتاح لأنه أنا أوصل للحياة اللي أنا هلأ فيها، للإنجازات اللي عملتها، للخطوات الكبيرة اللي أنا أنجزتها بحياتي. أقول أكثر نقطة غيرته فينا هي وجهة نظري، وجهة نظري لكل شيء، للسياسة، للدين، للبنان بشكل عام. كنا نشوف الحرب على أساس أنه هي فوضى، على أساس أنه هي عدم نظام، على أساس أنه هي فساد. هي يمكن تكون هيك، بس وجهة نظري لها صرت أنا أشوف الحرب على أنه فرص، صرت أشوف البطالة على أنه هي عذر للناس اللي ما اشتغلوا صح طيوصلوا للشغل.
اليوم أنا كوني بنت هالمجتمع، بنت هيدي البيئة، بحاول قد ما فيني أحكي عن حالي، أحكي كيف أنا كنت وكيف صرت وكيف صرت بفكر. الغاية منا أن يوصل رسالة لهالعالم أنه اليوم نقدر نحن نتغير، اليوم نحن بس نعطي حالنا فرص. فأنا بذات نفسي اتطورت، وصلت لهيدي المرحلة اللي أنا خريج جامعة وعم اشتغل. فإذا هالفرد من المجتمع هو اتطور، فأكيد أثر إيجابي وطور شوي بهالمجتمع. من خلال شغلي كصحفي وكإعلامي رح كون عم بنقل الصورة الحلوة عن مدينة طرابلس، الصورة النقية، رح كون عم بنقل أوجاع العالم بمدينة طرابلس، كل شيء حلو بمدينة طرابلس. كيف تتعامل مع طفل تحس فيه، تحس بشعوره، أوقات تلاقيه حزين، أوقات تلاقيه مبسوط، كيف دايما تتعامل مع الأطفال، كان لك هيك كتير كتير تأثير ودايما بحن لهيدي الأشياء. أكثر اللحظات اللي بحن لها برواد هي دردشات، لما كنا نجتمع كلنا سوا نناقش أمور وقضايا مطروحة بالمجتمع، وكنا نناقشها بطريقة كتير حضارية. كان الولد هو أحلى شيء عنده هو إنه يكمج بارودة ويعبر عن مشاعره بهالطريقة. وقت دمجنا الأطفال مع بعض وجبل تباني صار شيء مختلف تماما، صاروا بيحبوا بعض، صاروا بيشوفوا الأشياء اللي هن فعلا بيشبهوا بعض فيها، وكمان الأشياء اللي بيشبهوا بعض فيها بالناحية البوزيتيف والنيجاتيف. البوزيتيف إنه هن اثنيناتهم بدهم يعيشوا، اثنيناتهم هن أطفال واثنيناتهم بدهم يعني يعيشوا الطفولة بمرحلها، والأشياء النيجاتيف إنه هن عايشين اثنيناتهم ظروف صعبة. وبعض الصورة بذاكرتي لهلأ لما زلنا كلنا شباب وصبايا كنا عم نشيل الدمار اللي خلفته الحرب بغض النظر من أي طرف، كنا عم نساهم نحن لطرابلس وللبنان بشكل عام، مش كل واحد لمنطقته أو لبنايته أو لحيه. أكتر شيء بحنله برواد هو جو الرفقة، جو العيلة اللي كنا عم عايشينها، جو الأخوة اللي كانت بيناتنا. أنا أم لولد وبعدني لهلأ عم بشتغل، وطموحي وهدفي ما وقفوا هون. صح المسؤوليات كبرت كتير بين ابني، بيتي، شغلي، بس ما معناتها أنه نوقف هون. ممكن تخسر مرة، مرتين، 10 مرات، بس ما توقف، خليك مكفى. لازم وضروري كتير أنكم تنخرطوا بالمجتمع وتتعرفوا على مجتمعاتكم، لأن خصوصي المجتمعات اللي ما بتشبهكم، لأنه هيدي المجتمعات اللي ما بتشبهكم هي اللي هتعملكم قيمة مضافة، وأنتوا رح تعملوا لها قيمة مضافة. أفضل شغل ممكن تعمله أنك تشتغل على حالك. نصيحة أنه خذوا الجامعة لأنه هي خطوة أولى من بين كل الخطوات. أهم خطوة تانية هي بعد الجامعة أو خلال رحلتك الدراسية أنك تكتسب مهارات تخولك أن أنت تفوت على سوق العمل. ستحس بدوري أنا كإنسان بيعايش بهذا المجتمع، يعني مثل ما تقول تعزز دوري بالمجتمع لما أحس حالي أنه أنا عم بعمل شيء لمجتمعي، إن كان على صعيد التعليم أو إن كان على صعيد الأعمال الاجتماعية اللي بتقوم فيها الجمعية. النجاح والتميز منا لشخص واحد، النجاح والتميز فينا ناخدهم لما نشتغل على حالنا ونتعب على حالنا ونسهر الليل. نحن ما عنا نقص بالقدرات، نحن عنا نقص بالإمكانيات. رواد الحمد لله قطعت هالشي، ما خلتنا بقى نفكر بالإمكانيات، واشتغلتنا على القدرات تبعتنا حتى نحن نوصل، ولازم نحن نرد جميل ونكمل مسيرتها لرواد. رواد عطتنا رسالة ونحن كنا المتلقي، نحن تلقينا هالرسالة اللي رواد كانت بدها تعطينا إياها، ونحن صرنا هلأ جنود على الأرض، فنحن صرنا مراية رواد بكل شيء نحن بدنا نقدمه. يعني نحن بكل شيء بدنا نعمله، روح العطاء اللي فينا، بكل شيء بدنا نقدمه نحن جاهزين.